ولدولكم راح اموت، تعالوا شوفون ايش فيه ما فيها. يا شباب ترى اني بالمحصله خلق ممرض، جاي دا اريد اعالج ابوكم واروح. ليش انا مهتم وانتم ما مهتمين؟ اخواني ابوي دا يموت واني مصدومه، كلش مصدومه، من ولي بعده. احب اشكر الاخ الممرض اللي ساعد بابا هوايه، بابا محتاج تفاعلكم حتى يعيش. اي اللايكات كلش ضروريه لحاله المرحوم. لا تنسونا باللايك والشير والتاج. زين على الاقل دعاء. اخوان اني دا انهار انهار انهار. هاي سوينا كتان شلوني؟ مو زينه، ترين ليش؟ الفلتر ما تشلب عبر على ابوك، فالحج صار مريض وشلب بنفس الوقت. افضل تعيدين. اعيده. اني دا انهار 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 لو بحيرات. رجعي له تشلب، رجعيه رجعيه. هاي شنو؟ اي مو دا اقول لك ابوك مريض حالته خطره. هاي شنو؟ مو دا اقول لك ابويا راح يموت وما عندنا صور وياه؟ شباب بسرعه تعالوا خلينا ننشر، ننشر بسرعه. هجوم. لا والحجي اصلا تافه تشوف. بابا رياكشن مال ميت موت اكثر. بابا هاي اوفر. هذا الريلز حلو، هذا الريلز، هذا الريلز حلو. هذا الريلز سأكون غبي من أجل أبي. عافية دراجة، مروحة مروحة، عافية عافية. سباحة طار، سباحة طار، انطيني استغلها. جايتك أيام وراك 40 وساية لازم. عافية. قوم لك، قوم قوم النانا، قوم على أبو اللي رباك. جي جي. هذا تطمين؟ لا هذا بومرنج اخير. امشي بنان، امشي بابا، امشي امشي. مفروض تجون تساعدوني، ابوكم تعبان اليوم ما سبح اصلا. قوم انت بالنص، انت قوم تعال ساعدني، خلي وديه يسبح. ايه هسه لك ابني تعال. ايه هسه لك ابني قوم. ايه هسه انت غبي. ايه هسه انت منطي. ايه هسه ها انت ما تفتهم. ايه هسه ايه هسه؟ ايه هسه. لك تعال ابني، تعال افهم، انت ابوك مريض وانت مراهق صوتك يلعب النفس. باكر عقبه من راح تموت وانت مراهق، من راح يموت وانت مراهق، تعرف ايش راح يصير؟ شو يصير؟ ما اعرف. لك بيت بي مراهق مسكين، ابوه راح يموت، شو يسوي؟ يدخن براحته بالبيت. تعال تعال، ابوك محتاج دعم معنوي. اوقف احكي له فد حكي، ارفع معنوياته حتى يطيب بسرعه. بابا انا جوعان. هسه راح يقوم هو 70 مرض ما يطبخ لك. ما احبك للبيت. لا انه بيتشرط. وليش قبل ما اموت عندي حكمه لازم احكي لك اياها. وليدي هاي العودة الوحيدة اكسرها. حكمة عظيمة، لازم يلزم العودة يكسرها. ما تنكسر. ومن هاي الحكمة استفادين ايش؟ حياتك لوحدك وطز بخوتك. يابا ها وليدي انت تدري اذا تموت شي يصير؟ شي يصير؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا هو بدون تصفيق. انا ما دافت يمشي، عيد لي بابا. يا
يابي انت تدري اذا تموت شو يصير؟ ساعي علمه احنا نعاني للحن العالي مع اللسان والمطارة سنعاني لحن وحين الحيلان محلولي لحن وصلاحي للحلال وليومك وليدي ما فهمت شي عيد معقول المطارة ما افتهمتها؟ يابي يا وليدي انت ايه اذا متت ايه تدري شي يصير؟ ايه سحل حان العلل وحان العزل حان العين معاني سن العين الحان حان العن سن معاني والمطارة سن عيني الحان ومن يرجعنا وسين الحنان والمين الحال المين سين الحنان والما واليومك ولك وليدي عيد ما فهمت لحظة ترى حجي بالغت انا بديت افتهم الاشياء اكو مطارة وحين الحنان من انا من تجيبهن يعني يابي انت اذا تموت تدري شو يصير؟ ولك شو يصير؟ سنا حالي لنا حالي لنا حالي ومن حالي لآل العول العول سنا حالي لعين بعل آل والمطارة سنا حالي لآل الحان حال لساني الحال حول الحال حيل حال لساني واليوم تدري كانت بدون الصوندة أسهل السالفة تعقدت هسه موضوع الصوندة بدأت كنا قاعدين دا نبتل حالا حالين وسوينا أشياء وصلنا نتيجة بيهن وليد فهمني لحظة أنا مدى تدمني بس وسائل لي ضع حال الحالين بيهن يا بي انت ذا متت تدري شي يصير؟ ولك شي يصير؟ سحل حالنا حي حالي سحل حالي محل حاله حلو سحل حاله والمطارة سحل حالي حلو سهل الحالي ولا بعد سهل حلو سهل الحالي لك واليومك ولا اليومك ولا الباكر فهمني شو تريد؟ احنا ما عندنا فلوس مولدة واني ولا حنونو ها كله على فلوس المولده والحنونو امشي روح امشي روح هسه اعطيك فلوس مولده روح انت حنونو لا لا هذا مات ناظري مات لو عدس على التحشيشه مات كافر زين ذولا ما يدرون ايش دا يصير ذولا المساكين خطيه قاعدين تاهين بغير عالم ابوهم مات شلون اقولهم شباب اريدكم تلزمون اعصابكم مو التليفون اعصابكم ابوكم مات لا هو لزمت اعصابكم يعني حيل كلش اي ابوكم مات يلا البقاء بحياتنا هسه لازم نحضر نفسنا لا 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 باعي الدفنه وهاي التفاصيل هذول اجراءات مو هسه لا دا احكي عن نشر شباب ترى بثمانية التفاعل قوي تصير بالعشرة يقل التفاعل بالدعش ولا لايك بسرعه نشروا راح انزل فونت واكتب هيدات وخليهم يدوخون وما يعرفون منو مات ظلوا دوروا بالتعليقات لكم يا تعليقات يا بوستات لكم ابوكم مات المفروض هسه تسولفون بفاتحه بثالث بعشاء ما تدوش ايش بيدكم لكم هذا الحجة هذا ابوكم لك وين البكي وين الدق وين اللطم ما حد يروح يسوي الراوتر انا اسويه بالصناعه